القرار حقيقة الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية كانوا طلبوا في منتصف الشهر الأول من هذا العام من مجلس الأمن يعني إقرار إرسال بعثة دولية لمراقبة الانتخابات، بعثة منفصلة عن يونامي، لكن بعد مداولات يعني استباقية حقيقة تم التوصل إلى عدم إمكانية تلبية هذا الطلب بشكل واضح حقيقة، لأنه الأمم المتحدة أولا موضوع السيادة كما طرحته، وأيضا قضية أنها لم تقم ببعثة من هذا النوع دائما، إنما فقط كانت في جنوب أفريقيا في فترة يعني في تقريبا بداية التسعينات، لذلك اختارت الخيار الآخر بعد مناقشات داخل مجلس الأمن. بعض القوى دائمة العضوية أيضا لم ترحب لم ترغب يعني بإرسال بعثة دولية خاصة، ولم ترد أساسا التغيير المانديت الخاصة بالنسبة ليونامي. وصاية يونامي طلبوا أن تبقى كما هي، لكن بعد مداولات واسعة. شنو المميز دكتور؟ شنو المميز بهذا القرار؟ المميز أن موضوع الرقابة دخل في إطار موضوعة يونامي ضمن وصاية يونامي، في الواقع لم يكن موجودا هذا الأمر، وهناك نقاط مهمة جدا في هذا المجال. حتى موضوعة المراقبة أو طريقة المراقبة أولا مهمة جدا كبيرة وليس صغيرة، وأيضا هناك مهمات مثل ما تفضلت حول قضية اللي أول مرة تحدث، هي قضية أن تتولى الأمم المتحدة تثقيف الناخبين العراقيين، يعني تعبئة الناخبين العراقيين باتجاه ممارسة حقهم الانتخابي بشكل واسع وبشكل أيضا شفاف.